نعم، لا شك أن طلب العلم هو من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال يعني العلماء بأن أعظم عبادة يعني بعد الفرائض يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى طلب العلم، والعلم أساس العمل، ولذلك يجب على كل مسلم أن يتعلم دينه. على كل مسلم يجب عليه أن يتعلم دينه حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وطالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم فإنه يجب أن يتدرج في طلب العلم، فيبدأ بالكتب المبتدئة ثم يترقى منها إلى ما فوقها. ويجب أيضا أن يشمل بتعلمه جميع الفنون إذا أراد أن يكون طالب علم ينفع الله به الناس. ومن أول ما يجب العناية به كتاب الله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يعتني بكتاب الله فيتعلم قراءة القرآن ويحفظ ما تيسر له من القرآن. إن حفظ القرآن كله فهذا هو المطلوب، وإن لم يتيسر له فيحفظ ما يعني استطاع، فيحفظ ما استطاع. ثم بعد ذلك يقرأ المتون العلمية المعروفة. وفي الحقيقة المهم أن يتفق مع شيوخه الذين سيدرس عليهم على هذه المتون، لأنني مثلا قد أقترح له متون ثم لا يجد من يدرسه إياها. ولكن نحن نذكر على سبيل المثال، يعني لا هو يستفيد إن شاء الله وربما يستفيد غيره من هذا. فيقرأ في مثلا في العقيدة الكتب المبتدئة في العقيدة مثل كتاب التوحيد والأصول الثلاثة. وأيضا من المناسب أن يقرأ عقيدة كتاب السنة للإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله، فله كتاب مختصر في العقيدة، فإذا قرأه وحفظه فهذا يعني يكون جيدا. وثم يترقى بعد ذلك إلى كتاب الإمام الصابوني وهو من علماء الشافعية الكبار، فيقرأ كتابه في الاعتقاد، ثم بعد ذلك له أن يتوسع في كتب الاعتقاد، فيقرأ شروح الطحاوية ويقرأ شروح الواسطية ويقرأ يعني كتب العلماء. وكذلك في هذا في جانب العقيدة، ويجب أن يهتم بجانب العقيدة، لأن صلاح العقيدة صلاح للقلب وصلاح للعمل، والعناية بها من أهم ما ينبغي. ثم بعد ذلك مثلا إذا قلنا في جانب الفقه، نحن عندنا يدرسون كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي منهج السالكين، ثم بعد ذلك أيضا ممكن أن يقرأ عمدة الفقه لابن قدامة، ثم بعد ذلك يقرأ مثلا منار السبيل. فهذا يعني نوع من التدرج في الفقه. وفي اللغة يدرسون أولا الآج الرومية، نعم، ثم بعد ذلك ممكن أن يدرس كتابا أوسع منها مثل نظم الآج الرومية إذا أراد للعمريطي وهو من علماء الشافعية، وبعد ذلك ممكن أن يدرس قطر الندى، ثم يدرس شرح ابن عقيل. وفي أصول الفقه ممكن أن يدرس كتاب الورقات، والأفضل منه نظم الورقات للعمريطي لأنه أسهل في الحفظ وتوسع فيه العمريطي شيئا فأضاف بعض المسائل، فيدرس نظم العمريطي لكتاب الورقات. ثم بعد ذلك أيضا يعني يأخذ كتبا أوسع، عندنا مثل يدرسون كتاب مثلا روضة الناظر أو مختصر التحرير، وبذلك يكون قد أخذ حظا جيدا من أصول الفقه. ثم ينتقل إلى الكتب الكبار في أصول الفقه مثل شرح الكوكب المنير والبحر المحيط وغيرها. ومن الكتب المختصرة والشاملة في أصول الفقه ويتصلح للمرحلة الثالثة كتاب الشوكاني رحمه الله إرشاد الفحول، وهذا الكتاب هو كأنه تلخيص للبحر المحيط. هذا في أصول الفقه. وفي مصطلح الحديث الأفضل أنه يدرس كتاب ابن كثير الذي هو اختصار علوم الحديث، وقبل ذلك أو نقول هناك كتاب أخصر منه وهو نزهة النظر، ولكن نزهة النظر
يعني مع صغره إلا أنه كتاب عميق عميق ويحتاج إلى يعني قوة في الذهن وحدة. وابن حجر نعم. وكتاب ابن كثير أوسع منه ولكنه أسهل مأخذا أسهل مأخذا. فهذا في أصول الفقه وفي الحديث، هذا في مصطلح الحديث. وفي الحديث يدرس عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام، ثم بعد ذلك يتوسع في دراسة يعني ما شاء من مثل نيل الأوطار الذي هو شرح للمنتقى. فهذا يعني طريقة للتدرج في طلب العلم. لكن في الحقيقة الأهم هو الارتباط بالشيخ، هذا هو الأهم. لأن العالم الذي أو الشيخ الذي يشرف على هذا الطالب هو يدرك حاجته. قد يظن الطالب أنه انتهى من المرحلة الأولى وينتقل إلى المرحلة الثانية، لكن الشيخ هو أخبر به، فيعلم أنه يحتاج مرة أخرى لدراسة هذا الكتاب، وهل تعدى هذه المرحلة أو لا، وهل هذا الكتاب يناسبه ويناسب مجتمعه أو يحتاج إلى كتاب آخر. فالرجوع إلى الشيخ الذي يدرس الطالب يعني من الأهمية بمكان. والله تعالى أعلم.